بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مع بعض أول درس من دروس البلاغة للصف الأول الثانوي. في هذا الدرس سوف نتعرف على ثلاثة أمور رئيسية، وهي تعريف البلاغة وعلوم البلاغة والتعبير الحقيقي والتعبير المجازي. احنا كنا في المرحلة الإعدادية بناخذ شيء اسمه مظاهر الجمال. البلاغة هي العلم الذي يدرس مظاهر الجمال. البلاغة هي العلم الذي يدرس مظاهر الجمال. طيب، بداية تعريف البلاغة. البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال، بمعنى أن الإنسان أو الأديب مثلا يعبر عن أسلوبه، عن عما يريده بأسلوب رفيع وعبارات فصيحة لها أثر في نفس السامع أو القارئ، وأيضا لابد أن يراعي مقتضى الحال، ليس فقط الأسلوب والعبارات الفصيحة والتأثير في النفس، ولكن مطابقة الحال، مطابقة الكلام. وهذه هي يعني تعريف الواضح من التعريف، مطابقة الكلام لمقتضى الحال، بمعنى أنه لابد أن يراعي الحال الذي هو الموقف الذي تقال فيه هذه الكلمات والأشخاص الذين يخاطبون. يعني مثلا إذا كان في موقف حزن وكآبة، ما ينفعش يعني يقول أشياء مضحكة، وكذلك إذا كان في فرح مثلا، ما ينفعش يذكر الناس بالموت. إذا وكذلك أيضا مخاطبة الأشخاص، مراعاة عقول الأشخاص الذين أمامه، يعني الذي يخاطب العلماء مثلا أو المثقفين بخلاف من يخاطب العوام الناس أو الأميين أو البسطاء. إذا كل شيء له مقتضى، مطابقة الكلام لمقتضى الحال، هذا هو تعريف البلاغة. النقطة الثانية وهي علوم البلاغة. علوم البلاغة، البلاغة تنقسم إلى ثلاثة علوم رئيسية، وهي البيان، علم البيان، وعلم البديع، وعلم المعاني. علم البيان، وعلم البديع، وعلم المعاني. علم البيان ينقسم إلى أربعة أشياء رئيسية، وهي ما ستدرسه في الصف الأول الثانوي بالكامل، الترم الأول والثاني: التشبيه والاستعارة، والكناية والمجاز المرسل. يبقى هذا هو ما يسمى علم البيان: تشبيه، استعارة، وكناية، ومجاز مرسل. طيب، النوع الثاني من علوم البلاغة هو علم البديع، سوف تدرسه في صف سنة الثانوي، وهو أو ما يسمى المحسنات، سواء كانت لفظية أو معنوية، مثل الجناس والالتفات والتصريع وحسن التقسيم والسجع والازدواج والطباق والمقابلة والتورية. النوع الثالث وهو علم المعاني، وهذا يتناول الأساليب، الأساليب الخبرية والأساليب الإنشائية، وكذلك بعض نوع الأساليب مثل التوكيد والقصر والإيجاز والإطناب وغيره. طيب، القسم الثالث وهو المقصود في هذا الدرس بشكل رئيسي، وهو الأسلوب الحقيقي والمجازي، أو التعبير الحقيقي والتعبير المجازي. حسنا، إذن ما هو الأسلوب؟ الأسلوب هو الطريقة التي يتبعها الكاتب لتوضيح ما يريده. والأسلوب ثلاث أنواع: أسلوب علمي، وأسلوب أدبي، وأسلوب علمي متأدب. الأسلوب العلمي، ما الفرق بين الأسلوب العلمي والأسلوب الأدبي؟ الأسلوب العلمي يخاطب العقل، الأسلوب العلمي يخاطب العقل. أما الأسلوب الأدبي فهو يخاطب العاطفة. العلمي يخاطب العقل، والأدبي يخاطب العاطفة. الأسلوب العلمي ألفاظه دقيقة وواضحة، ألفاظه دقيقة
وواضحة. أما الأسلوب الأدبي ألفاظه موحية، ألفاظه موحية. أيضا يتميز الأسلوب العلمي بكثرة المصطلحات العلمية، بينما يتميز الأسلوب الأدبي بكثرة المحسنات البديعية، كثرة المحسنات البديعية. كذلك الأسلوب العلمي لا أثر فيه لشخصية الكاتب، لا أثر فيه لشخصية الكاتب، بينما تظهر شخصية الكاتب واضحة في الأسلوب الأدبي، حيث يعتمد على العاطفة والتأثير، وأيضا يعتمد على العاطفة والتأثير النفسي. أما الأسلوب العلمي المتأدب فهو الأسلوب الذي يمزج بين الأسلوب العلمي والأسلوب الأدبي. نصل إلى النقطة الأهم في هذا الدرس، وهي التعبير الحقيقي والتعبير المجازي. التعبير الحقيقي هو الذي تستخدم فيه الألفاظ في معانيها الحقيقية، تستخدم فيها الألفاظ في معانيها الحقيقية، بينما التعبير المجازي هو الذي تستخدم فيه الألفاظ في غير معانيها الحقيقية، لعلاقات أخرى كالمشابهة أو اللزوم أو غيرها. المشابهة كما في التشبيه والاستعارة، التشبيه والاستعارة يقومان على علاقة المشابهة، أو علاقة اللزوم وهي في الكناية، الكناية تقوم على اللزوم، أو غير ذلك كما في المجاز المرسل في علاقاته المختلفة. طيب، التعبير الحقيقي إذن هو تعبير عن الألفاظ بمعاني الحقيقية بصورة مباشرة، كما أقول الفتاة جميلة، الفتاة جميلة، عبرت مباشرة عن المعنى بلفظ واضح. لكن إذا قلت الفتاة قمر، الفتاة قمر، إذن هنا خرجت عن الحقيقة إلى المجاز. الفتاة ليست قمر، وإنما هي، أردت أن أقول جميلة، فعبرت عنها بتعبير مجازي وليس حقيقي. إذن الفتاة جميلة تعبير حقيقي، الفتاة قمر تعبير مجازي. طيب، مثال آخر، إذا قلت دعت الأم أبناءها، دعت الأم أبناءها، تعبيرا بالفعل هو تعبير حقيقي، دعت الأم، نادت الأم على أبنائها. لكن إذا قلت دعت مصر أبناءها، دعت مصر أبناءها، إذن هنا التعبير تحول من الحقيقة إلى المجاز، لأن مصر ليست الأم الحقيقية لأبنائها، ولكن هي بمثابة الأم. مثال آخر، إذا قلت عبر الجنود القناة، عبر الجنود القناة، ما نوع هذا الأسلوب؟ بالفعل هو أسلوب حقيقي. لماذا؟ لأنه عبر باللفظ عن المعنى بصورة مباشرة، عبر الجنود القناة، الجنود عبروا القناة، لا يوجد أي خيال في هذا التعبير. لكن لو قلت عبر الأسود القناة، الأسود هنا قصدت بهم مين؟ قصدت بهم الجنود، إذن هنا شبه الجنود بالأسود، إذن خرج التعبير هنا عن الحقيقة إلى المجاز. مثال آخر، إذا قلت محمد كريم، محمد كريم، ما نوع هذا الأسلوب؟ بالفعل حسنا هو أسلوب طبعا حقيقي، لأنه عبر عن المعنى باللفظ الصريح، عبر عن كرم محمد باللفظ الصريح وهو محمد كريم. لكن إذا قلت محمد بابه مفتوح للفقراء، محمد بابه مفتوح للفقراء، إذن هنا خرج التعبير عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. بابه مفتوح للفقراء، أنا قصدت أنه كريم، لكن لم أذكر لفظة الكرم، وذكرت لفظا آخر مجازيا عن الكرم. كما أيضا إذا أردت أن أعبر عن البخل، هناك طريقتان، إما أن أقول هذا رجل بخيل بطريقة مباشرة، هذا رجل بخيل، هذا تعبير حقيقي. لكن إذا قلت هذا رجل لا يمد يده في جيبه، هذا رجل لا يمد يده في جيبه، عبرت عن البخل لكن
بعبارة أخرى ما بحطش، لا يضع يده في جيبه أو لا يمد يده في جيبه كناية عن بخله. مثال آخر، إذا قلت ألقى الخطيب خطبة، ألقى الخطيب خطبة، ما نوع الأسلوب في هذا المثال؟ حسنا، هو أسلوب حقيقي أو تعبير حقيقي، الخطيب ألقى خطبة. لكن إذا قلت ألقى الخطيب كلمة، هل يصعد الخطيب على المنبر ثم يقول كلمة واحدة وينزل؟ لا، بالفعل هو يقول كلاما كثيرا، لكن كلمة هنا تعبر عن الخطبة بأكملها. كلمة هنا تعبير عن ما هي مجاز عن الخطبة بأكملها، وهذا تعبير شائع بيننا. قال فلان كلمته، أو ألقى الرئيس كلمته، ألقى المدير كلمته، فكلمته هنا هي مجاز عن الخطبة الطويلة أو الكلام الكثير الذي يقوله، الذي يسمى الخطبة. حسنا، هذه بعض التدريبات على الدرس بين التعبير الحقيقي والمجازي فيما يلي: رأيت عالما سابحا في علمه، ما نوع هذا الأسلوب؟ أحسنت، بالفعل هو أسلوب مجازي. طيب لماذا؟ لأن العلم لا يسبح فيه بالقطع، إذن هنا شبه العلم بالبحر، وأن العالم يسبح في هذا البحر، إذن هنا التعبير مجازي. طيب إذا قلت مثال ثاني: أشرق فجر الحرية، أشرق فجر الحرية، ما نوع الأسلوب هنا؟ أيضا أسلوب مجازي. لماذا؟ لأن شبه الحرية باليوم الذي يبدأ، وشبه الحرية بالفجر تشبيها مباشرا، والحرية ليست فجرا. ركبت طائرة عملاقة، ركبت طائرة عملاقة، ما نوع الأسلوب هنا؟ أسلوب حقيقي، ليس لا يوجد أي مجاز هنا. ركبت طائرة عملاقة يعني كبيرة الحجم. انتهى موسم الحصاد، ما نوع التعبير هنا؟ تعبير حقيقي أيضا. لماذا؟ لأنه عبر باللفظ عن المعنى مباشرة. موسم الحصاد، وقت الحصاد يعني انتهى. المثال التالي: هزم جيشنا العدو، ما نوع الأسلوب هنا؟ تعبير حقيقي واضح، جيشنا هزم العدو. هذا القائد إذا سار النصر معه، ما نوع الأسلوب هنا؟ أسلوب مجازي، لأن النصر شبه النصر بإنسان يمشي مع هذا القائد. وكذا نكون انتهينا من شرح الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله.